مرحبا أصدقائي، هذا ميلاد أحييكم. فيديو اليوم سيتحدث عن طريقة تعديل الشاشة. كما ترون، هذا واحد من المشاكل الذي تصادفه في بعض المرات. تقوم بفتح حاسوبك أو تسرق حاسوبك، فيأتي مثلا أحدهم أو يأتي طفلك الصغير ويقوم بقلب الشاشة، فتجد أن الشاشة تعمل بطريقة مقلوبة. ما هو الحل؟ الحل أصدقائي هو سهل وبسيط جدا، فسأريكم الطريقة. نقوم، لاحظوا معي أصدقائي، نقوم بالضغط على هذا الزر كنترول، هذا سترال أو كما نسميه الكنترول، في مرة واحدة، ضغطة واحدة مع زر الألت، هذا مع هذه الأسهم لنقوم بقلبه. مثلا هذا سوف نرى على أي اتجاه لقد تم قلبه بالطريقة الأخرى. نقوم مرة أخرى بنفس الضغطة على سهم آخر حتى يرجع. كما تلاحظون، هو قد رجع إلى طريقته الأصلية. فعندما تترك الحاسوب هكذا وتذهب، مثلا يأتي أحد أطفالك أو أحدهم يكون يلعب على لوحة المفاتيح، لا يعرف كيف فعلها. وهو العملية سهلة، نعم، هو يضغط على هذه الأزرار مع بعضها فتنقلب الشاشة. وهنا البعض يخاف كثيرا ويذهب الى تقني الحاسوب، قد يخسر دولارات من اجل اصلاحه. وهي العمليه سهله، وهذا ما نقوم به كصناع محتوى التعليمي. نحن هدفنا ان نقوم بحل الحلول البسيطه التي قد تكلفك دولارات او تكلفك الذهاب الى التقني ليقوم بحلها. نقوم بشرحها على هذه القناه لحلها بصفر دولار. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. كما تلاحظون، سأقوم بإعادة تدوير هذه الشاشة إلى هنا، هيا، وأقوم بتدويرها إلى أي جهة أريد بهذه الطريقة، كنترول ألت وأحد الأسهم كما ترون. الآن مثلا عندما تكون رأسها في الرأس إلى الأسفل، نقوم بالضغط على الزر الأعلى وستصلح. إن كان على هذا الاتجاه، نضغط على كنترول والت وزر السهم في الاتجاه الآخر ليقوم بقلب، كما ترون يقوم بقلبها. كل سهم يأخذك إلى الاتجاه الذي تريده أنت. هذا هو الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. هذا بلا مقدم يحييكم. إن كان لديكم أي تساؤل في مجال الحاسوب، لا تنسونا بالتعليق وسأجيبكم على قدر المستطاع، وغالبا أجيب الجميع، لا أترك أحدا. في فيديو آخر إن شاء الله. هذا بالمقدم يحييكم، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. تحياتي لكم.